هنايا كتشوفوا هذه قلعة بطليموس، هذه القلعة ديالو تما كان عايش. وهنايا كما كتشوفوا هاد الصاريات اللي كاينه هنايا، هذا هو المعبد، المعبد ديال بطليموس، كان هو القائد ديال الرومان في القرن 13 قبل الميلاد. هذه القلعة ديالو. كما كتشوفوا هنايا، هنايا المعالم التاريخية كانت في العصورات. هنايا هانتي، هنايا مهمولة. علاش مهمولة؟ هانتي تعرف، نتوما عارفين كما كتعرفوا هنايا البلاد مهمولة بزاف، هنايا المعالم التاريخية، وخصوصا كيجيو لهنايا الأجانب. هادي هي قلعة ديال قلعة أو القصر ديال بطليموس. كما كتشوفوا حمامة أيوب الثاني وبطليموس، هي حمامة أيوب الثاني وبطليموس. كما شفنا هنا الحمامات ديال أيوب الثاني وبطليموس. أيوب الثاني ما عاش بزاف، عاش بطليموس سريع. بطليموس كان شاب. هذه هي القلعة.